السلام عليكم، يعطيكم العافية. بالحلقة الماضية جربنا مع بعض اللكسس الجي اس اف، سوينا لها تقييم كامل وشامل مع أسعارها وأسعار قطع الغيار وتكلفة امتلاك السيارة. بالحلقة هذه راح أخصصها فقط للتكنولوجي اللي موجودة باللكسس الجي اس اف. هل السيارة هذه تقدر تسوق نفسها بنفسها؟ الإجابة بالحلقة. ومشاهدة ممتعة. راح نجرب مع بعض التكنولوجي اللي موجوده باللكسس الجي اس اف 2016 2017، اللي من ضمنها اللين ديبارتشر، التحذيرات اللي تطلع اذا طلعت من المسار مثلا، الرادار الامامي، راح نشوف البلايند سبوت، النقطه العمياء، اذا لما ترجع ورا هل راح تعطيك تحذيرات اذا رحت اذا في احد جاي من اليمين او من اليسار مثلا من الشاشه هذه، والاضاءه ال اي دي نشوفها في الليل شلون، هل هي واضحة راح تشتغل بشكل مضبوط أو لا. كل السيستم هذه إن شاء الله نجربها مع بعض. أول شيء التشغيل، بسم الله. عندك هناك تعطيك فترة لما تقول لك أن السيستم صار جاهز، وطبعا عندك ميموري تقدر أنك تستدعي الوضعيات سواء كانت الكرسي أو الدركسون السكان أو المرايا الخارجية. هذه حركة جدا يعني حلوة. طيب ناخذ اول شيء الشاشه اللي قدام. خلنا نطلع للمينيو اول شيء. مني عندك المينيو الرئيسي، تقدر تسوي باك وتقدر تختار فوق وتحت، وهذا تختار النافيجيشن او الماب، وهذه الماوس اللي تقدر تحرك عن طريقها. ما ان شوي الجو، حاول نشغل كراسي التبريد اذا صار الجو حار مثلا. عندك مكيف، التحكم فيه جدا سهل والكتروني. فاذا بناخذ مثلا الشاشه الاماميه عن طريق الماوس هذه، راح اختار عندك النافيجيشن، عندك الراديو، الميديا، اذا عندك يو اس بي او شيء تليفون، في عندك معلومات، في عندك المكيف، في عندك الاعدادات، في عندك جهه اليمين عندك المكيف، ونفس الشيء في اختصار هناك نافيجيشن، عندك الميديا، تليفون، عندك الاستهلاك، المكيف، عندك انك توخر الشاشه هذه مثلا، ما تبيها، تبي شاشه كبيره زي كذا. فالنافيجيشن للاسف ما هو شغال، ما ادري ليش. فممكن ان نختار مثلا الراديو، عندك عندك سيستم ماركن ليفنسون، سيستم ممتاز وعملي والصوت فيه حلو. ميديا عندك يو اس بي او شيء، عندك تليفون بلوتوث، الامور هذه. في عندك معلومات استهلاك البنزين بالسياره، تبي تسوي لها كلير. عندك اذا عندك صور مثلا تبي تشوفها مثلا. فيه عندك المكيف تقدر تتحكم فيه من هنا، هذه المروحه الان شغلته، حاط الحراره على 20، تبي تتحكم فيه من هنا او من هناك اللي تبي. والمكيف في السياره طبعا ثلاثه، واحد للراكب، واحد للسواق، طبعا مروحه قدام واحده، وعندك فيه تحكم للي وراء خاص فيهم. نرجع باك، نروح للإعدادات، راح نلقى فيه إعدادات الرئيسية، الساعة، اللغة. طبعا شوي الماوس التحكم فيها غريب شوي، يعني إذا بحاول أوريكم ما هي مثل ما يقولون ستريت فورورد، يعني تحس تسوي كليك كليك، فلازم أنك تكون يعني حريص وش اللي قاعد تختاره. فعندك الستاتس بار اللي هي هل تبغى تعطيك التحذيرات او البيانات اللي هني تميل الان ان مثلا جوالي ما هو مشبوك، فاذا مثلا بالغيها مثلا خلاص بيختفي مكان الجوال زي كذا مثلا. في لغه عربيه، نرجع مره ثانيه اون. عندك اذا تبي تحط خلفيه صوره، تبغى الشاشة مثلا تصير في الليل في النهار، ألوان الأزارير، الوحدات، تبغى تطلع لك صوت إذا في تحذيرات من الشاشة تطلع لك تبي لها صوت أو لا، الفيدباك من الماوس هذه. في عندك سيستم أبديت وعندك الأمور هذه.
ما في شيء مميز في الفويس، ما سيستم النافيجيشن ما هو راضي يشتغل معنا اليوم، ما ادري ليش. في عندك البلوتوث طبعا زي ما تتوقع، تشبك تليفونك تقدر تسمع الموسيقى او المقاطع اللي فيه الاوديو، اذا عندك مدخل مثلا يو اس بي في فيديو او شيء. اعدادات النافيجيشن، بس زي ما قلنا لكم النافيجيشن ما يشتغل. بعدين روح عندك التليفون، وصل تليفون، او عندك اعدادات السياره، صيانه نفس الشيء، في مشكله بالسيستم مو راضي يشتغل. فنرجع مره ثانيه للسيت اب، طبعا اذا طلعت من السيت اب ترجع مره ثانيه من الصفر. تبي تسوي كستمايز، تبي تعدل في السياره على كيفك، مثلا قفل الابواب، هل تبي مثلا لما تتحرك السيارة تقفل، ولا تبي إذا حطيتها مثلا في البي تبيها تقفل السيارة، أو تبيها تفتح السيارة مثلا، تبي تقفل تبي تفتح الأبواب مثلا أول ما تفتح باب السواق ضغطتين إنك تفتح الأبواب مثلا، أي باب اللي تبيه ينفتح مثلا معك هني مثلا باب السواق، الانتري اند ستارت سيستم اللي تبغى مثلا السيارة تتشغل من برا او لا، هذا جربته مثلا احيانا يشتغل احيانا لا. تبغى لما تقفل السيارة تبيها تشتغل معك الانوار الخارجية او لا، وهذا يعني يشتغل معك المنبه او البوري حق السيارة. عندك المكيف، الاضاءة، في سنسور بالسيارة تبيه يكون حساس مرة او انه يكون حساس عادي، الإضاءة الأمامية النهارية تبيها فعالة أو لا، متى تبدأ تبغى الأنوار الخارجية أو الأمامية الداخلية عفوا تطفى بعد كم، هنا حاطينها بعد 7 ثواني ونص تقريبا. هذا الإيزي درايفر سيت إيزي إكزيت، لما تفتح الباب حق السواق راح يرجع السكان أو الدركشن وراء، والكرسي راح يرجع ورا بعد، بحيث انك تقدر تركب من السيارة او تنزل بشكل مريح. هذا تقريبا، وهذا السيستم حق التحذيرات لما ترجع ورا مثلا، هل تبغى يكون صوته عالي وسط، تبغى تطلع لك بالشاشة هني او ما تبغى تطلع لك بالشاشة، والتحذيرات تبغاها بدري بدري ولا تبغاها متأخرة شوي. فتقريبا هذا السيستم بالكامل حق الجي اس. طبعا في عندك اذا تبي تختار عندك في زر هني مثلا انتر، تقدر تختار انتر، وتقدر تختار نفس الشيء في انتر في الجهة الثانية نفس الزر، يعني تضغط مني او مني او تضغط هذا، فكأنك اللي مختار السيارة. هذه الستائر الستار اللي وراء، وهذا الحساسات الأمامية والخلفية، وعندك هذا درايفنج سيليكشن، إذا ضغطت كذا تطلع السيارة تروح للسيارة للنورمال عفوا، إذا لفيتها يسار إيكو، إذا لفيتها يمين مرة تروح سبورت إس، لفيتها مرة ثانية هتروح سبورت إس بلاس. وهذا التورك فيكتورينج ديفرنشال اللي شفناه في حلقة التجربة، يعطيك وضعيات النورمال ستاندرد او السلولوم او تبيها في حلبة مثلا. لما نجي الشاشة اللي قدام، فالتحكم فيها راح يكون من الجهة هذه، ونشوف العدادات حقت السيارة، يعني شوي تعطيك نوعا ما زي الجي تي ار. فعندك مثلا هذه وضعية الايكو، هذه وضعية ستاندرد او النورمال، هذه وضعية السبورت اس، وهذه سبورت اس بلس. رجعها للنورمال، وعندك التحكم في الشاشة هذه راح يكون من المنطقة هذه. ففي عندك هذه التاير بريشر، عندك الجي فورسز، عندك توزيع العزم في الكفر او التاير اليمين او التاير اليسار،
وعندك هذه حقه اللاب التايمر والاشياء هذه اذا انك داخل حلبة او شيء. نروح يسار، هذه معلومات الاستهلاك البنزين، يعني معي بقيادتي تقريبا 21.5 لتر في 100 كيلو، يعني شوي الى يعني قيادتي شوي يعني عنيفه. كم باقي في التانك البنزين؟ وكم متوسط استهلاك البنزين من عبيتها بنزين؟ كم صار لك من شغلت السيارة؟ وضعية الجير مثلا، الآن الجير حق السيارة مثلا حبيهم معانا الواحد الثاني الثالث الرابع. هذه إذا أنك صرت تعبان أو شيء تبدأ تعطيك تحذيرات أنه لازم أنك تريح والأشياء هذه. طبعا شوف أنا حطيتها في البي أو في الدي، راح تبدأ تسوي الأبلاي الباركينج بريك، هذا هو الآن إذا حطيتها في البي راح تضغط يشتغل بريك أو الباركينج بريك. لما تحطها في الدي راح يطفى معك، أو في الآر فراح يطفى معك الباركينج، راح تبدأ تشتغل السيارة تبدأ ترجع معك عادي. تحطها في الآن راح يمسك معك الهاند بريك مرة ثانية، هذا هو. نكمل المينيو، عندك هذا أنظمة السلامة، هذا اللي تخرج تطلع من المسار، تبغى يعطيك تعليمات من الستيرينج السكان، يسوي لك الفايبريشن والهزاز، تبغى يكون حساس عادي ولا حساس هاي، متى تاخذ قهوة إذا شافت سيارة أن سواقتك ما هي مضبوطة، راح نجربها إن شاء الله اليوم. وهذا السوي سنسيتيف، يعني هل حساسة ولا وسط ولا لو ولا زيادة. فهذه أنظمة مساعدة السائق، نسوي باك من هني. وهذا حق حوادث التصادم لا سمح الله، تبي تفعله وحساسيته تبغاها قوية ولا وسط، جربه اليوم إن شاء الله نشوف يشتغل معانا مضبوط ولا لا. وهذا التنبيهات اللي تجيك من وراء، هذه هي في المرايا، الآن أوف، الآن شغالة معك أون، اللي هي البلايند سبوت، النقطة العمياء، لما ترجع وراء يجي لك تحذيرات إذا في حد جايك من اليمين أو من اليسار. راح نجرب مع بعض الآن التكنولوجي أو التكنولوجيا اللي موجودة في السيارة. طبعا السيارة أول ما تحطها في الآر أو في الدي أو في الإن راح يشتغل معك الأوتو البريك، الباركينج بريك راح يطفى، تقدر أنك تطفيه مني مثلا لأنه هو الآن على الأوتو، إذا تبي أنت تشغله وتطفيه بنفسك أوكي، أو خله على الأوتو. أنا شفت الأوتو أنه يعني جدا مريح. فيه الآن اشتغلت عندنا التحذيرات اللي تجي من وراء، لما ترجع وراء إذا في سيارة بتجيك من اليمين أو من اليسار يعطيك تحذير في المرايا الجانبية، هذه صراحة جدا حلوة. وعندك الشاشة الوضوح فيها جدا ممتاز. طبعا أول ما تحط السيارة في الآر راح يبين معك تبي تصفط نوعية الموقف اللي راح تجيه، مثلا هذا هو، تحدد هل هو طولي أو عرضي ومن الأشياء هذه. طبعا لما تحط السيارة في الدي عندك الستائر اللي وراء راح تبدأ تنزل، لما تحطها في الآر لما تمشي قدام تبدأ ترتفع ترجع مرة ثانية، صوتها يعني إلى حد ما هادي ما هي مزعجة. بعد السيارات اللي لفيت اللفة هذه إذا كانت سبورت وعنيفة وماكينتها قوية ممكن تسوي لك حركة السلايد، هذه السيارة لا عادي أي ضغطة، يعني دامك سواقتك عادية ما راح تحس أن السيارة يعني قوية جدا. حتى مع المطب الجامد هذا تحس السيارة فعلا مريحة، ما هي قاسية. الطريق هذا مكسر فراح نشوف انه يعني سيارة مريحة، يعني ما عندك مشكلة. خلنا نفعل الآن اللي هو التحذير اللي إذا طلعت من المسار، والمفروض انها هي ترجعك للمسار
الآن يتفعل بيصير في الشاشة اللي على اليسار، وعندك الرادار الأمامي تقدر انك تفعل نفس الشيء من المنطقة هذه، بس لازم تشغل مثبت السرعة. فالآن انك طلعت من المسار هذا الآن شغال، خلنا نفعل مثبت السرعة مع بعض. عندك مثبت السرعة هني، تعطيك هناك ان الرادار جاهز. خلنا نحط السرعة مثلا على سرعة 100 مثلا. الآن هي شافت المسار اليمين، تحاول الآن تدور المسار اليسار عشان تشوفه. وعندك الهيد اب ديسبلاي كل شيء يبين فيه، يعني ما تحتاج انك تطالع هنا، واضح ممتاز جدا جدا. فالآن انا بفك السيارة واشوف وين بتروح، هل بتشوف شافت المسار رجعتنا للطريق. بس هي يعني زي ما تقول شوي الآن تقول لي حاول انك تمسك الدركسون، حاسة انا متوهقة سيارة. ف خلنا نقول ما هو ذاك الحين، السيارة صارت قدامي انا ماني دايس لا بنزين ولا فرامل، بدأت السيارة تهدي، صارت السيارة تهدي، طلعت من المسار. خل ازود السرعة نشوف الى اي مدى. هنا حاط السرعة مثبتها على 120 بس السيارة تقريبا ماشية 99 لان قاعد تشوف السيارة اللي قدام فتهدي. لا ماشية 90 الان قاعد تقول امسك الدركسون، حسنا متوهقة. الحين تدوس بنزين شوي شوي، السيستم اللي رجعك المسار حلو اوكي، بس لو بنجرب مثلا خلنا نقول السيارات اليابانية بالانفينيتي، هذاك صراحة انه خطير جدا ممتاز. طفينا مثبت السرعة، خلنا نشوف الان هل راح تعطينا التحذير اني راح اصدم في السيارة او لا. راكم متمسكين، عطتنا تحذير، وفعلا انا جربته امس دخلت بين سيارتين كنت مضطر ومسكت بريك، بس صراحة كان البريك يخوف شوي لان خفت اللي وراي انه ممكن يصدم فيه، بس ما مسكت بريك على الاخر يعني زي التحذير، مسكت مسكة قوية بعدين فكت البريك زي اللي تقول حاول انك تمسك بريك. فنقدر نقول السيستم هذه جدا ممتازة. الان لاحظت السيارة ان سواقتي ما هي مضبوطة، فصارت تقول بليز تيك ريست، يعني سواقتك ما هي مضبوطة حاول انك تريح، خذ لك كافي، تعود من البليس. هذه السيستم صراحة اللي فعلا تقدر انك تعتمد عليها بعد الله سبحانه وتعالى. هذه اعدادات السيارة، التير بريشر او ضغط الاطارات، عندك هذا تحكم في الاعدادات هذا وايش اللغة اللي تبيها، مثلا ما في عربي. الوحدات هل تبغى يكون في ايكو توفير بنزين، هذه لما تعدل في الشاشة وتبي تخزنها يقول لك ضغطة طويلة عشان تخزن لك المعلومات اللي تبيها. هذا الدرايفر انفورميشن وش اللي تبي مثلا انه يكون عندك في الشاشة دائما مستمر يكون عندك. هذه شاشة ثانية مثلا، هذه شاشة ثالثة. البوب اب سكرين لما تجي وش اللي تبغى يكون فيها، مثلا النافيجيشن، المكالمات، وتعدل في الإضاءة، والتورك فيكتورينج مود اللي راح نوريكم اياها بعد شوي ان شاء الله، او خل اوريكم الان. اذا لما اضغط التورك فيكتورينج اللي هو الزر هذا راح يبين لك الوضعيات اللي انا اتكلم عنها قبل شوي. مثلا هذا ستاندرد، هذا سلولم تشوفونه هني، هذا حلبة او تراك. كمل مرة ثانية، خلصنا من المينيو هذا، نرجع باك ريف انديكيتر، هذا تبي تفعله او ما تبي تفعله. مثلا في عندك تبيه يكون يعني يعطيك تحذير بدري او متاخر، او متاخر جدا،
البيك يعطيك البيك مثلا ان هذه 7200. تبغى سبورت سبورت بلس، تبي مثلا هذا او هذا، في عندك العادي هذا وفي عندك الاصفر، تختار اللي تبيه. او تبغى تسوي الديفولت اللي هي حقه المصنع. خلصنا من هذه، نروح الان التحذيرات. ما في تحذيرات. عندك هذا اللي يعطيك ال، اذا قلت لك مثبت السرعه يقول لك الان الرادار ريدي، فيوريك كم باقي بينك وبين السياره اللي قدامك. طبعا في هناك ال، ما ادري اذا يبين معاكم او لا، اللي هو راح يبين معك قدام الهيد اب ديسبلاي، وتقدر انك تفعله مثلا من الجهه هذه مثلا. الان بحاول اطفيه، هذا الان طفيته، الان شغلته. وعندك وش تبي البيانات اللي تطلع فيه، واضاءته، وتبي ترفعه وتنزله والاشياء هذه. نرجع للمينيو مره ثانيه، الاوديو اللي اف ام الاي ام الاشياء هذه، النافيجيشن. ورجعنا مره ثانيه لاعدادات الاف 1. في المنطقة هذه عندك هذا السبورت اكزوست، تبي تفعله أو لا. هذا ما هو مفعل، الآن صار مفعل. وهذا عندك تراكشن، وهذا عندك الإضاءة الأمامية، تبيها العالي والواطي يصير هاي، الهاي بيم تبيه يتفعل من نفسه بحيث أنه يقرأ من وراء هذه. وراح نجرب مع بعض الآن الأنوار الأمامية الـ LED حقة الـ GSF. طبعا هي تجي ستاندرد LED الأمامية، والتحكم في العالي والواطي يكون إلكتروني. فالآن هي على الإعدادات الإلكترونية، مفروض هي تحدد من نفسها متى يشتغل العالي والواطي. فأول شيء لاحظت أنه ما شاء الله يعني استجابة السنسرات والكاميرا سريعة جدا. في سيارة جاية قدام، خلني نشوف راح تشوفها بسرعة ولا لا. على طول يعني من أسرع السيارات صراحة اللي جربتها. لا نشتغل عالي، بس ما لاحظت انه يشتغل مثلا على اللفة، اذا بتلف انه ينور لك يمين يسار. طبعا المفروض انه ما يطفى العالي بالكامل، المفروض انه تطفى الـ LED اللي رايحة للسيارة، بس اللي الاحظه انها تطفى كلها اليمين واليسار. والمفروض أن في كل جهة في ثلاثة عالي أو ثلاث لمبات في اليمين وثلاث لمبات في اليسار، أو ثلاثة LED في اليمين وثلاثة LED في اليسار. بس اللي لاحظ أن كلهم يطفون. الآن اشتغل عالي وما شاء الله إضاءته جدا حلوة. طبعا إذا بشوف الشاشة اللي في النص إلى حد ما هي مزعجة داخل السيارة مثلا، بتشوف أمور تمام. الآن في سيارة بتطوفني، خلي أشوف هل راح تشوف السيارة ولا لا. على طول شافت السيارة، طافتني وطفت العالي. فأقدر أقيم أنه من أفضل صراحة الأنوار الـ LED اللي جربناها في السيارات، يعني حتى الألمانية والأمريكية. عندك طبعا المرايا تنصفط الخارجية، تقدر تصفطها. وإذا رجعت ورا تبيها تنزل، هذه بدأت تنزل. شوف الآن التحكم اللي ورا حق الركاب اللي ورا، فراح نشوف في عندك تحكم بالمكيف كامل، هذا هو تقدر تشغله، تحكم درجة الحرارة، تبي حار تبي بارد. طبعا هذه تحكم في هذه، وتقدر انك تقفله. وهذه الستائر اللي ورا، ستار اللي ورا، الخلفية طبعا تقدر ترجعها. طبعا عندك ستائر هذه عادية وهذه عادية طبعا. وعندك هذا التحكم في الراديو والأشياء هذه، تبي تشغل الساوند سيستم مني. هذا الراديو
تبي ترفع، تبي ترخي، تبي تطفيه. فهذه صراحة حركة حلوة، يعني مو كل السيارات مثلا الإي كلاس مثلا أو الفايف سيريس تلقى فيها الحاجات اللي زي كذا.